عندي تمثالين للعطرة جنب الباب صغيرين، اللي هما بيتعلقوا في الرقبة بتاع العيال كده، بس بينوروا، لازم تدوسي على زرار ينوروا. راح ولد ابن صاحبتي راح منورهم قبل ما ينزل، كانوا بيعزوني، وبعدين لقيتهم بينوروا نور غريب قوي، نور زي كأنك في فرح، مع ان ما عمريش نورتهم وعملوا كده. المهم فرح منورهم، فانا بعد ما نزلوا ببص للتمثالين وببص للعذراء، يعني بقول لها يعني يا عذراء مبسوطة دلوقتي منورة وفرحانة انك خدتيها؟ طب عزينا عزينا وعزي بنتها بقى. ودخلت الحمام وطلعت، لقيت الباب بيخبط الباب على طول، فما خلصتش الكلمة، لقيت الباب بيخبط، لقيت واحد ده ابن البواب عندنا، ده ولد صعيدي ومن المنيا، وولد على سجيته خالص خالص يعني مش متعلم. فبيقول لي يا ام كرولس، انا جاي اقول لك رساله. قلت له رساله ايه؟ قال لي انا امي متوفيه من سنتين وكانت بتاعت ربنا خالص والكل عارف. طبعا هو بيتكلم باللغه الصعيدي، بيقول لي بتاعت ربنا خالص والكل عارف، وهي بتاعت ربنا وهي في الفردوس مع ربنا. قلت له حلو. قال لي جات لي النهارده الصبح الساعه 5 الصبح، خدتني من ايدي وقالت لي تعالى اوريك شهداء العباسيه الكاتدرائيه. قال لها تاخديني اشوفهم؟ قالت له تعالى اوريك. بيقول لي اخدتني الكنيسه اللي حصل فيها الانفجار، وقالت له بص على الشمع، الشمع طاير. هي مش راحت ولعت شمعة، بيقول لك الشمع طاير في السقف متولع، وفي طرف السقف في الكورنر عمود نار. بتقول له بص على عمود النار ده، دي العذراء. قال لها ده عمود نار، قالت له دي العذراء. قالت له بص الناحية التانية، قال لها ده في عمود نار تاني، قالت له دي العذراء. قالت له العذراء كانت واقفة لهم ومستنياهم وطلعتهم. قالت له قول أقرب حد ليك ووصل الرسالة، أقرب حد ليه اللي هو أنا الوحيدة في العمارة اللي حصل لي، اللي كانت خالتي، محدش تاني في العمارة مع إنهم كتير مسيحيين فيهم، بس محدش كان ليه قرايب هناك، انا بس. يعني هي كانت تقصدني عشان انا كلمت العذراء وقلت لها يا عذراء انا مستاهلش العذراء ترد عليا، بس هي عايزه تطيب قلب مريم، هي عايزه تقول لمريم يا مريم يا بنتها يا بنت خالتي العذراء بتقول لك خدتها معاها. الست بتقول لابنها، بتقول له روح قول لهم كفايه عياط، كلهم زعلانين عشان اللي تحت بيعيطوا، هما فوق فرحانين جدا جدا جدا، وبيقولوا ليه اللي تحت لابسين اسود، هما مش فرحانين لنا؟ بيكلموا كده وبيقولوا قول لهم ما تلبسوش اسود ولبسوا علينا ابيض زي ما احنا لابسين ابيض. شوف الكلام. وبعدين هو الولد حب يبوس ايد كاهن كان هناك، يعني في المكان اللي هما كانوا فيه، قال له ابعد عني انت لسه مش مستحمي. قال له عايز ابوس ايدك واخد بركه زيهم. قال له لا انت لسه مش مستحمي، انت مش نظيف. هم كانوا مستحميين ونضاف ومستعدين، انا شفتهم كانوا نضاف ومستعدين ومستحميين، واحنا كلنا فوق استقبلناهم. اوعى ابعد عني، ميعادك مش دلوقتي. هم كانوا ميعادهم عارفينه ومستحميين وجايين. يا انا ما انا دي رساله. والولد بيقول لي رماها على كتفي، رماها في وشي. قال لي بصي انا رميتها عليكي، دي امانه توصليها للي تقدري عليه عشان تطيبي قلبهم وتعزيهم لقلب اهل الناس اللي فوق، الناس اللي فوق بعتين الرساله، بس اللي هي خالتي، وبعتها على لسان الولد وبتطمننا. وانا خلاص يعني انا تعبت، عندي اسبهلال، عندي فعلا مش مصدقه ان احنا نستاهل ان هم يبعتوا لنا مسجات ولا رسائل ولا احلام عشان يطمنونا عليهم. هو احنا للدرجه دي مش مصدقين ان هم في السماء؟
مفروض نفرح بقى، خلاص مفروض نفرح حقيقي. ويصلوا لنا بقى، يصلوا لنا. الهبى شهرك ياك وتساديحه. الزحمه اللي انا شايفها دي مش هي بتاعت الاربع الاولاني. السنه اللي فاتت المنظر ده كان في الاربع الاخير بس. بس هؤلاء هم الاقباط. هؤلاء هم الاقباط الذين لا يخافون. زي ما حكالي مرة قداسة البابا شنودة سنة 48، إخوان المسلمين قالوا هيحطوا قنبلة في كل كنيسة في عيد الميلاد، فكان هذا العيد أكثر عيد الكنائس ازدحمت فيه تماما. مش بس الزحمة، حتى عندنا في أسيوط السهرة اللي عملناها في أسيوط يوم الاثنين كانت أزحم من أي سنة، وأكثر اشتعالا وأكثر حبا. فأنا بقول إنه دم هؤلاء الشهداء ألهب شهرك يهك وسيلهبه. شهرك يهك السنة دي هيبقى ليه طعم خاص بدم هؤلاء الشهداء.